يا صباح السعادة على كل بنوتة تسمع الفيديو ده النهاردة. كنت حابة أعمل بندانة صغننة كده لبنتي نسوك، فكنت حابة إن أنا أشاركها معاكم، وفي نفس الوقت نعلن أخيرا عن البنات اللي فازوا في المسابقة اللي أنا عملتها من أسبوع. كان المفروض الفيديو ده ينزل من فترة، بس والله بجد يعني مرهقة جدا ومشغولة جدا، ومهما أحكي لكم الضغوط اللي أنا فيها مش عارفة حتى أتنفس. فالحمد لله على النعم دي كلها اللي الواحد موجود فيها، حتى لو كانت تعب او كان اجهاد او كان ارهاق، الحمد لله على كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيجي بقى. فانا دلوقتي هعمل معاكم بندانه نسوك، وتقولوا لي ايه رايكم فيها. وبصوا كده، البندانه دي انا هعمل زي دي علشان خاطر دي لما كنت في القاهره وجت منها وسط الزحمه والدنيا دي، فانا حابه ان انا اعملها واحده تاني. هي صح هيبقى لون مختلف بس مش مشكله. تمام، بصي بنات نسوك دلوقتي عندها تقريبا 9 شهور ونص او 9 شهور، وانا كنت جايسه البندانه على راسها دلوقتي قبل ما ابدا الفيديو. فبصوا كده، ادي 1 سنتي، يعني 39 سنتي محيط الراس بتاع نسوك، 39 سنتي محيط الراس بتاع نسوك. هي حاليا دلوقتي زي ما بقول لكم ايه، 9 شهور. ماشي، هي سهله خالص وسريعه وجميله، وبرده ممكن دي تعمليها مشروع لنفسك، تشتري الاستك وتشتري الكولوفور الجميله دي، هتبقى فظيعه بصراحه، وهتبقى سهله ومش بتاخد منك مجهود، وهتباع بمبلغ كويس. تمام، انا كده عملتها، لزقتها. ماشي، انا هستخدم اللون البينك كده علشان خاطر الفيونكة بينك، وبعد كده هلزق لها الاسم بتاعها. هختار الحته دي اللي احنا لزجناها، هنحطها في تحت في واحده منهم عشان خاطر ايه، تتدارى يعني زي ما بيقولوا. تعال نحط حبه حلوين كده من الشمع، ونقول بسم الله كده. هي اصلا الكور دي معموله عشان تبقى ميداليه. خلاص تمام كده، اول ما تلزق لو عندك جوخ وحابه تعملي دايره هنا اعمليها، يكون افضل بكتير، بس انا مش تفرق معايا كتير. تمام، لان انا كل يوم بعملها اصلا البندانه او بعملها توك. بعد كده هنبعد دول شويه كده، هنريح دي ونقيس 5 سنتي. نقيس كام؟ 5 سنتي. طبعا خلي بالك ان البندانه بتتشد هنا، فلما هتتشد هتبقى ازيد من 5 سنتي. هنحط كده حبة شمع تاني، بس كده البندانة خلصت. بس بصراحة في اللبس يا بنات خطيرة وعسل خالص خالص، لما بتبقى لابساها بتبقى شكلها خطير والله. زي ما قلت لك، لو حابة تحطي هنا دايرة وهنا دايرة من الجوخ او من ورق الفازلين لو مش متوفر جوخ عندك، عادي مش مشكلة خالص. كده اتلزقت هي. تمام، هتجيب الفيونكة دي برضو حته الشمع صغنونه كده، ونحط ايه في النص، هيبقى شكل عسل خالص. بس كده، شايفين بقت بندانة عسل في اللبس، بتبان تحفه. انا طبعا عشان ايه بنوتي الجميله هحط اسمها، عشان لو ايه لو ضاعت مني مثلا. تمام، استني الراحه كده، تحطيها زي ما انت عايزه، على اليمين على الشمال اهو كده بميله، تدي منظر خطير زي اللي انتوا شايفينه في الصوره دي فوق كده، كان منظرها حلو خالص. خلاص يا بنات، والله ما خليت دجاج معانا اهو. لو حابه تعملي مشروع بتشتري كميه كور زي كده فرو. طبعا احنا هنشيل البندانه كده على جنب، خلاص خلصناهم، بس انا هعرضها لكم على كارت. بصوا كده، ده كارت البندانه اهي، تحطيها كده وبتبقي عامله كده. طبعا المعلومه دي اللي انا هقولها لكم، شايفين بتاع واسع ازاي. كنت زمان لما بعمل توك كنت بعمل البندانه تبقى ايه ضيقه كده، وكنت ببقى شداها وببيعها على اساس ايه اللي هي تبقى كده، مثلا تبقى مشدوده. حتى في ناس كانت تاخد الكارت على طول جاهز كده وتحط الشغل على طول فيه. فالاتضح لي من ساعه ما خلفت بنت، لان انا ما عنديش كان بنات يعني، ساعه ما خلفت البنوته، ان الكارت اصلا مش قد مساحه المحيط الراس بتاع الاطفال من اساسه،
فاحنا المفروض نشوف كل محيط راس للبنات بيبقى مقاسه كام، يعني كل اللي يطلب منك بندانة تقولها مثلا شوفي راسها مثلا كام او سنها كام، وانت تكوني عاملة جدول لنفسك في البيت، مثلا سن 10 شهور مثلا كذا، سن 9 شهور 39 سنتي مثلا كده، فهمتيني؟ عشان تطلع بندانتك مظبوطة ويبقى العميل يبقى مبسوط بالشغل. خلاص يا بنات، فلو انت حابة تعملي مشروع بنجيب الالوانات الجميلة دي. التوكة عاملة الواحدة عاملة 3 جنيه، تمام؟ الواحدة عاملة ايه 3 جنيه، حتى في القاهرة على فكرة ممكن تكون عاملة 3 جنيه الا ربع، يعني ما يعني مش الواحد مش بيعمل مش بيكسب فيها كتير. والاستك ده الاتنين الاربعة متر منه ب10، والواناته كتير برضو هيجيب نفس الالوانات دي. والكروت دي الكارت 100 كارت عامل 25 جنيه، ممكن تاخدي 25 كارت عادي، ممكن تاخدي 50 كارت عادي من عندي. والاكياس برضو اكياس السورتيت، تمام؟ احنا هنظبطها كده. بصوا دايما نخليها في الظهر كده يعني عشان لما نيجي نقفلها. بس ظبطيها يعني متعمليش زي حالاتي انا، بس عشان ايه ما اخليش وقت الفيديو يطول كده. انت عملتي منتج ممتاز ومشروع ممتاز خالص، شكله شيك خالص على الطبيعه. ممكن تستغني على الاكياس دي لان في الكرت فيه علاجه اهي تعلقيه على طول، وبعد كده لما تيجي تغلفي بتشيل الورقه دي، تشيل الورقه اللي بتاعها وبتلزقيها اللزق ذاتي وبتبقى شكلها كده. ممكن تكتب السعر هنا، تعرضيه في المحلات تحفه خالص. الفيونكات دي من فين يا ام عبد الله؟ الفيونكات دي جبتها من القاهره وبس مش ببيع منها بصراحه. وكلمه نسك دي برضو عملتها عند جروب من جروبات الجميله اللي عندنا على الفيسبوك، تمام؟ بس كده يا بنات، ده مشروع النهارده او فكره النهارده، ان شاء الله تكون عجبتكم. وفي منها افكار كتير خالص حلوه ان شاء الله. كل ما هعمل بندانه النسك هقول لكم عليها. فقره ايه؟ فقره الهديه او الاختيار، البنت اللي كسبت معانا هم المفروض بنتين، تمام؟ هيكسبوا البوكس ده، ماشي؟ طبعا هديهم اللي جوه البوكس. ها ممكن اديهم البوكس برضه، يعني مش مشكله زي بعض، مش مصرف فيكم برضه. المهم يا بنوتاتي، انا عملت هنا ايه؟ بس كده عملت التعليقات، كتبت هنا في الورق ده كل تعليق كتبت الاسم بتاع صاحبة التعليق، يعني او البتاع اللي هي ايه علقت بيه، اللينك اللي هي علقت بيه او الايميل اللي علقت بيه، ماشي يا بنوتات؟ انا اخترت واحدة، هما المفروض نختار اتنين يكسبوا، انا اخترت واحدة لوحدي كده مع نفسي. البنت دي اسمها رقية جابر او ركا جابر، ده الاسم بتاعها هو فوق، ماشي يا بنوتات؟ ليه اخترتها يا ام عبد الله؟ اخترتي قصدي ليه ام عبد الله لوحدك من غير ما تعملي جرعه كده زيها زي باقي البنات؟ عشان خاطر يا بنات البنت دي متفاعله جدا ما شاء الله على الفيس، سواء معايا او مع غيري ما شاء الله عليها. مثلا اي حد بيطلب اي حاجه هي بترد عليه وبتدي له الجواب الصح ما شاء الله. حد بيطلب خامات بتدي له اسمي، حد بيطلب اجهزه، يعني فهماني فهميني يعني متفاعله. والمتفاعله ده لازم كده ايه يبقى له جايزه حلوه كده يعني. خلاص يا بنوتات، هنختار التاني دلوقتي معاكم والاتنين ليكم مطلق الحرية يا بنات، ان انتوا مثلا تختاروا الهدية بتاعتكم بوكس، شايفين الحاجة جواها انا محضراها، تختاروا الخامات دي خامات اللي جوا، او ممكن تختاروها توك جاهزة بنفس المبلغ، او ممكن تاخدوا المبلغ كاش على فودافون كاش عادي خالص مش مشاكل، تمام؟ يلا كده نختار واحدة. بسم الله بسم الله بسم الله. ماشي نختار دي كده. بسمة محمد، اخترنا بسمة محمد، تمام؟ ده اسمها على الفيسبوك، على قصدي على اليوتيوب، تمام؟ في التعليقات. خلاص دي الفايزة التانية معانا، هعمل لها منشن انا ان شاء الله واتواصل معاها وايه وتختار هديتها زي ما هي عايزة، وهخليهم ان شاء الله يعملوا فيديوهين بالخامات او بالشغل وصلهم ايا كان اللي هم حابين يوصل لهم، وعشان يبقى فيه مصداقيه وينزلوه هنا على القناه او انا انزل على القناه عشان تعرفوا ان فعلا الهدايا وصلت لاصحابها ان شاء الله في الميعاد المناسب. ان شاء الله باذن الله المسابقه اللي بعد دي هتبقى بكره ان شاء الله، كل ما هتخلص مسابقه هعمل مسابقه ثانيه. وما تزعلوش مني اللي انا اتاخرت عليكم بجد، والله الواحد مدوش على الاخر ومشغول جدا، فسامحوني في التقصير، المره دي مش هقصر باذن الله، بس هتكون الهديه اكبر من دي، تمام؟ هتكون هدية اكبر من دي، ماشي يا بنوتات؟
شكرا خاص لاستماعكم، ما تنسوش اللايك والتعليقات، وصلوا على النبي في التعليقات. شكرا خاص لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.